بيكي معنا في حلقتنا. ثانك يو، اهلا بيكي وعلى كل المشاهدين، وانا مبسوطه اني معك اليوم. تسلمي حبيبتي، انا اللي مبسوطه اكتر. رحمه، مش عايزه اقول لك كميه الكومنتات اللي جات لنا. طبعا احنا من اول ما بدينا البروجرام والناس كلها عماله يا جماعه بليز استضيفوا رحمه رياض، رحمه رياض، رحمه رياض، رحمه رياض، يا جماعه حاضر 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 رحمه رياض. وبعدين حاولنا نجيبك، عرفنا انك كنت موجوده بس كنت تاني يوم مسافره، صح؟ فما قدرناش نوصل لك، واخيرا مشاهدينا رحمه موجوده معانا، واكيد هنكون في انتظار كل اتصالاتكم، واي حد حابب يشاركنا هيكون عارف اكيد رقم تليفوناتنا ظاهره امامكم على الشاشه، ممكن تكتبوا كل رقم التليفون عفوا وتكلمونا وتسالوا رحمه كل اللي انتوا عايزينه. رحمه، كميه الكومنتات اللي جات لنا على الفيسبوك وكميه الاسئله، يعني انت النهارده قاعده معانا لحد بكره عشان يا دوب نخلص الاسئله بتاعت الناس. ما عنديش مشكله، بس في غطا مخدات هيك. ما تقلقيش، بنبني خيمة دلوقتي عشان عندي شوية. رحمة، خلينا نبتدي حلقتنا معاكي، نعرف بدايتك، امتى بديتي تغني؟ مين اللي اكتشف فيكي موهبتك؟ يعني نرجع لأيام الطفولة، يمكن هي دي الفترة اللي الواحد بيكتشف فيها مواهبه. من أنا صغيرة، يعني أصلا يعني من أول ما توفى والدي اكتشفت نفسي أغني، من بعد ما توفى مع الأسف الله يرحمه، يعني ما لحق يسمعني إنه أنا أغني أو شيء. فغنيت عادي، يعني ما كنت حاطه ببالي انه انا راح اكمل او راح اكبر، راح يصير طموحي وهدفي بالحياه اني بس اصير فنانه يعني. اوكي. شويه شويه صرت بالمدرسه بالمعهد، ماما كانت تسجلني بمعاهد مش الخاصه بالغناء، لا تيكواندو، رقص، مش عارف شو، ما خص يعني الغناء. ايوه. كنت ارجع كل يوم يا مضروبه يا ضاربه. الموضوع كان فيه شويه عنف. ايه، فما كنت يعني في بالي اني اغني. شويه شويه بس بلشت يعني بالسن 13 14 سنه. اوكي. صرت على طول معزوله وحاطه نفسي في غرفه واسمع اغاني، اسمع اغاني. اوكي. حد ما اهلي شافوا انه انا يعني احب الفن هوايه، وصاروا يسمعوا صوتي انه انا اغني، وشوي شوي لحد ما اشتركت في سوبر ستار. اوكي. وما حالفني الحظ، رجعت على البحرين. بس كان عمرك قدها قد ايه؟ يمكن 17. كنتي 17؟ يعني يا دوب لسه متخرجه من المدرسه. ايوه بالضبط، يعني كنت لسه حتى ما عندي خبره انه اوقف على مسرح واغني وكذا. اوكي، بس معلش، هو كان وقتها كان اي سوبر ستار اللي موجود؟ تو. اوكي، كان تو. اوكي. في 2004. اوكي. فما كانت عندي خبره وما حالفني الحظ، عادي ما زعلت، صح يمكن زعلت بوقتها بس بعدين خلص عادي. ها؟ ايه؟ اوكي، قويه انت يا رحمه. معنوياتك دايما مرفوعه. طيب تمام. وبعدين رجعتي البحرين؟ رجعت البحرين، ووالدتي نفس الشيء شجعتني على اشتراك برنامج ثاني، ويلا معلش قلتها ماما ما يصير وعالم وحينتقدوني، قالت لي لا وعادي وانت اصلا في سوبر ستار الا ما طلعتي يعني وقت بسيط جدا. شاركت بنجم الخليج وطلعت المرتبه الثانيه. اوكي. طلعت من نجم الخليج. انا حبيت روحك الرياضيه، يعني ما عندك عادي. اوكي. طلعت من نجم الخليج، كنت مفكره انه في شركات انتاج حتستناني برا كده. أيوة، راح يتخانقوا علي. ايوه مستنيين رحمه يا جماعه، يلا رحمه يجروا على طول. فما اعرف يعني صار في اشياء يعني خربطت الوضع، لانه انا يمكن كنت في وقت نجم الخليج اول ما طلعت سافرت من بلد لبلد، يعني رحت عمان، رحت تركيا، رحت البحرين، فاكيد المنتج ضيعني. هو ما نظلمش. أيوة. المنتج احنا. لا هو فعلا هم يعني اكيد يا رحمه كانوا مستنينك، بس انت كتر سفرك هو اللي غير الموضوع. فبعدين اوكي اصحابي يلا يا رحمه ستار اكاديمي، قلت لهم لا صارت مش حلوه عاد زياده يعني. طب ثانيه قبل بس ما ندخل في ستار اكاديمي، انا عايزه اعرف الفتره اللي قعدتي تسافري فيها كتير كان ايه سبب السفر؟ انت عارفه يعني انا كنت مرتبطه باهلي، يعني كنت بعمر صغير مرتبطه، هم يروحوا مكان انا وراهم. وراهم. اوكي، يعني سفر وسياحه و... لا يا ريت سياحه. مش سياحه؟ طيب اوكي، امال كان ايه الموضوع؟ يعني انت عارفه احنا يعني بما اني انا يعني كل يوم انتقل من بلد، من اكيد بلد في لبلد. بابا عنده شغل او يريد ننقل اقامتنا على بلد ثاني. اوكي. وعلى فكره اغلب نقلاتهم كانت بسببي.